بالغمان كتعتبر من الأكلات المعروفة في الأقاليم الجنوبية، وهي من بين الأكلات المحلية والشعبية كذلك. والبلغمان فهو عبارة عن دقيق الشعير محمص أو لا مقلي، كيضاف ليه بعض الإضافات، يا إما كيضاف ليه قليل من الزيت والسكر للتحلية. وكذلك وكاين الاستعمال الثاني أو الطريقة الثانية ديال الإعداد ديالو، اللي هي كيتستعمل كشراب أو لا كيتناول كشراب، كيتضاف ليه لبن الإبل أو لا حليب الإبل. معروف ان الناس ديال الاقاليم الصحراويه ولا سكان الاقاليم الصحراويه او الاقاليم الجنوبيه كياخذوا او كيستهلكوا بلغمان بكثره في الفتره ديال شهر رمضان او في شهر رمضان، وخاصه في يعني في الوجبه ديال السحور. علاش؟ لانه كيحسوا من موراها ان النهار ديالهم كيدوز مزيان، انهم تيبقاو في بطاقه مزيانه، انهم ما كيحسوش لا بالعياء ولا لا بالجوع ولا بالعطش. وهنايا بغيت نحاول انني يعني ننبه او لا ندعو الناس كاملين انهم يبداو ياخذوا الشعير في الفتره ديال رمضان بكثره. هو الشعير خاصو يتخاد طيله السنه، ولكن في هذا الشهر المبارك يعني من الاحسن اننا نستهلكوا الشعير يعني بكميه اللي تكون كبيره، وكميه اللي تكون يعني صحيه ومزيانه للصحه ديالنا. علاش؟ لان الشعير معروف انه تعتبر من النشويات، ومني كنذكروا النشويات فحنا كنتحطوا على السكر البطيء. فمني كناخذوا يعني نشويات او لا الشعير في وجبه ديال السحور، فاليوم ديالنا كامل كنسدوا الحاجيات ديالنا من الطاقه، لان هذاك السكر تيخلينا النهار كامل كنكونوا يعني بطاقه عاليه، وما كنحسوش لا بالعياء ولا بالتعب. الشعير كيحتوي على نسبه كبيره من الحديد، كذلك كيحتوي على واحد النسبه من البروتينات، كذلك كيحتوي على بعض الاملاح المعدنيه ولا عده املاح معدنيه، كذلك يحتوي على فيتامين بي 1 و بي 3، وكذلك يحتوي على لي بوليفينول اللي من كتعتبروا مضادات الاكسده. ملي كنهضروا على مضادات الاكسده فاحنا كنهضروا على محاربه امراض من بينها السرطانات، سرطان الرحم، سرطان الثدي، سرطان القولون. ف يعني كتعتبر الشعير من يعني من مضادات بعض الامراض الخبيثه. كذلك الشعير كيتكون من نسبة ديال الأحماض الأمينية اللي من بينها التريبتوفان، اللي كيخلينا يعني نهار كامل ما كنحسوش بالتوتر، ما كنحسوش يعني كنبقاو يعني حتى المورال ديالنا تيبقى مزيان. كنصح الناس انهم ياخذوا الشعير على شكل بلغمان او لا على شكل سيكوك ديال بلبوله ديال الشعير في الفتره ديال رمضان، يعني بالاضافه للبن او لا حليب الابل، كذلك بالطريقه ديال الزميطه، بالاضافه نضيفوا ليه يعني زيت الزيتون اللي حتى هي فيها مضادات الاكسده عاليه جدا. كنضيفوا ليه يا اما التمر كي قلت كيف ذكرت في السابق للتحليه، التمر او الزبيب، او لا ما بغيناش كاع نحليه فنضيفوا ليه بعض من البذور اللي من بينها بذور الكتان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.